تبارك الله عليهم احسن تحرير شفت في حياتي. ما بارسا والريال ما كيهضروش عليهم بحال هكاك سيمانه وما كيهضروا على الديربي هذا باش تعرف الديربي كبير من احسن الديربيات عندي انا في العالم. فرق كبير ما بين قناة الرياضية وقناة العالمية أبو ظبي، فرق كبير، وراتنا الفرق ديال التلفزة المغربية كاملة. التحليل العالمي يعني كتشوف كيفاش كيعطيو الوقت تنظيم في النقل، وعطاو أهمية كبيرة للديربي، واخا عملنا شنا قنوات ديالنا واخا كيكون الديربي يعني في هاد السنوات اللي دازت ما شفناش التحليل بحال هكا، يعني كاين فرق شاسع. المقارنة نبدا نقارنوا التحليل ديال أبو ظبي مع القنوات المغربية، لا داعي لذاك الاسم، لأن الاسم صراحة الاسم فرق شاسع، لان هناك اناس يعني يعملون، اناس باقي ما وصلوش الحضاره او كنسميهم حتى ديك الدول الناميه باقي ما وصلاتش. انا كنصراحه كنتمنى ان ابو ظبي تكمل ديالها في التحليل وتاخذ النقل ديال المباريات ديال البطوله الوطنيه ان شاء الله. فرق كبير اخويا التحليل، شنقول بروفيسيونيل بزاف، عارفين ان دوك الناس بزاف. التحليل في المستوى كان تحليل يعني مقارنه بالتحليل ديال عندنا هنايا راه فرق شاسع يا اخي. والاحصائيات اخويا راهي احصائيات اللي داروا كتبين بان حنا كتبين الواقع، يعني حنا راه بزاف وشويه احسن تحليل شو هنايا بحالو بحال بي سبور، وخدامين خدمه زوينه وكاميرات خليني اش دي 3 دي اللي بغى شي كلشي خدامين، المهم خدمه في نطاق ديال العمل جيد احسن من اي اذاعه بحال الرياضيه دوزان داكشي كامل غير بيدع. اما ابو ظبي بينات الحقيقه.